بالنسبة للحوامل، نحن بنعتبر الحمل هو حالة مولدة للسكري، وهالشي بيستدعي انه كل الحوامل يعملوا سكرينينج او مسح او نخل بين الاسبوع 24 ل 28 ليتاكدوا انه هن غير مصابات السكري الحملي. السكري الحملي ما له اي خطوره على احداث تشوهات عند الجنين، لانه بالحقيقه بيصير بالاسابيع اللي تلت تشكل الجنين، ومع ذلك فانه بيتطلب منا التشخيص المبكر والعنايه المبكره، بيتطلب منا انه نعمل حمية خاصة للسكر، بيطلب منا انه نعمل تمارين رياضية، وفي حالات نحن ممكن انه نبكر باجراء المسوح اذا كان في عنا عوامل خطورة، منها اصابتك بحمل سابق بسكري او حالة عائلية بقرابة من الدرجة الاولى بوجود السكري نمط 2 عند احد الوالدين او الاخوة، او اذا كنتي معدل البدانة عندك من المعدل الطبيعي، من الضروري انه يكون السكر منضبط خلال الحمل حتى تحمي هالجنين من الاصابه هو نفسه بالسكري وتوريثه لاجياله، او اصابته بالبدانه او اصابته بالامراض القلبيه اذا كان هو موجود ببيئه عاليه السكر، بالاضافه لانه السكر العالي يؤهب لحدوث اختلاطات أثناء الولادة، لأنه بيؤدي إلى جنين عرطل أو جنين حجمه كبير ممكن أنه يصاب باختلاط انعضال الكتفين أو تعرض إلى القيصريات. مع تمنياتنا بالصحة والسلامة للجميع.